أوكي طلاب، نكمل المثال الثاني الخاص بالربد سلاب. بالفيديو الثاني عندنا مو مات كالكوليشن، بعد ما طلعنا اللي ينفرم ديستريبيوتد فاكتور لود راح نروح على هذه المعادلات اللي تعرفوها، الام بالشورت دايركشن، الكوفيشنت دبليو في السبان بالشورت دايركشن، الام باللونج دايركشن هو الكوفيشنت للمومنت باللونج دايركشن في قيمة الـ W اللي هو uniform distributed load، في قيمة الـ L بالـ long direction عندنا square. All negative and positive moment are shown in slab panel page. عندنا negative moments at this continuous edge هو ثلث الـ positive moments. لاحظوا هنا هو طبعا منطيكم بهذا الـ example كل الـ coefficients اللي هي خاصة بالـ dead load وبالـ live load، وعندنا الـ negative moments هذه للبوزيتيف، وهذا هنا نيجاتيف ينطيكم بالشورت، وهنا نيجاتيف باللونج الى كل البانلز. واضح؟ هذا هنا عندي الانتيريال بانل ايضا بالنيجاتيف بالشورت نيجاتيف باللونج، وعندنا البوزيتيف مومنت كوفيشنت بالديد واللايف لود، واللي تقدرون انتم طبعا تروحون تطلعوها من التيبلز مثل ما علمناكم بالمحاضرات السابقه. ف من احنا راح نجي ناخذ هذه الكوفيشنت عندنا موجوده اليونيفورم ديستريبيوتد لو طلعناه، مجرد بعد راح نضرب في السبان سكوير بالشورت دايركشن او باللونج دايركشن تربيع حتى نطلع منه المومنتس. الفرق الوحيد انه all the moments are for one meter set rep. For one rep المومنت في قيمه البي اف اللي هي الـ effective عندنا flange width، واضح؟ اللي هي 520. فقيمة المومنت شلون نحسبها للربس؟ هذه يقول لك العزوم هي إلى 1 متر سترب. احنا إذا نريد العزم للرب الواحد حتى نسوي له تصميم وراح يشتغل المومنت طبعا، نطلعها من الواحد متر سترب نحولها إلى واحد رب. اوكي شلون نحولها؟ راح ناخذ قيمه المومنتس اللي طلعناها نضربها في قيمه البي اف، او راسا اوتوماتيكيا هذه نقول الام اي للرب يساوي سي اي دبليو ال اي سكوير بي اف. اوكي نضرب قيمه المومنت بال عندنا الام البي اف اللي هي الفلانج ويدث. اوكي حتى يصير بدل من واحد متر سترب يصير المومنت بير 1 ريب. واضح؟ فراح نجي نطلع هذه القيم. شوفوا سوى لكم الديستريبيوشن مال العزوم هنا، مجرد اخذ هذه العزوم، ما اعرف اذا حاسبها هنا ما حاسبها يعني يدويا، انتم تاخذون الفاكتور تضربوه في قيمه الدبليو في السبان بالشورت دايركشن اللي هو 6 متر، باللونج دايركشن اللي هو 7.5 متر الكلير سبان، في قيمة البي اف اللي هي تمثل 520 ملي. زين حتى نطلع المومنت اللي هي هاي شوفوها أمامكم بالنيجاتيف مومنت. زين وعندي هذه هي النيجاتيف مومنت بالكونتينيوس اند، هذه هي البوزيتيف مومنت هذا بوزيتيف مومنت بالشورت دايركشن، هذا بوزيتيف مومنت باللونج دايركشن، هذا اللي هو النيجاتيف مومنت باللونج دايركشن، وهذه هي العزوم اللي هي بالديسكونتينيوس اند، هذه العزوم اللي هي بالديسكونتينيوس اند اللي قلت لكم احنا شلون حسبناها، واحد على ثلاثه من البوزيتيف مومنت. واضح؟ نيجاتيف مومنت على ديسكونتينيوس ايدج ثلث البوزيتيف مومنت، يعني ثلث هذه القيمة. هذه القيمة هنا 8.8 يعني تقريبا 9، فشوفوا النيجاتيف بالديسكونتينيوس 3، وهنا إذا قلنا 14 على 3 فيصير 4.5 تقريبا بهذا الاتجاه. وهكذا بالنسبة إلى البقية، السلاب هي سيمتريك، فهذا الاتجاه راح يكون هو نفسه لهذا البانل، هو نفسه إلى هذا البانل. الانترنال بانلز راح يكون العزوم بالبوزيتيف شوية أقل، ومن الاكستيريال بانل. واضح؟ فبعد ما كملنا حساب العزوم، طبعا هنا
هذه خلينا نقول 9 بانلز وكذا بالامتحان، يعني هو ما راح يطلب من عندكم كل هذا، وإنما يقول لك مثلا بس أريد تصميم النيجاتيف مومنت بالكونتينيوس اند اللي هي نهاية 2 بانلز، أو الديسكونتينيوس، أو البوزيتيف مومنت باللونج دايركشن، أو البوزيتيف مومنت اللي هو هذا، أو البوزيتيف مومنت بالشورت دايركشن سوي لي تصميم، أو النيجاتيف باللونج دايركشن. واضح؟ يعني يكون سبيسيفايد وليس إنه لكل هذه البانلات. زين، نجي ناخذ السلاب ثيكنس اللي احنا اللي هو راح يكون الديزاين طبعا للنيجاتيف مومنت. عندي إذا أخذنا العزم اللي هو أعلى عزم النيجاتيف مومنت اللي هو الانترنال 24.5 هذا اللي هو النيجاتيف مومنت، أعلى مومنت اللي هو لهذه البانل، فالمومنت على ال 5.9 راح يطلع الام ان النومينال مومنت، اسيوم البار دايمتر ابو ال 14. زين، فالدي بالشورت دايركشن، زين، وقلنا نصمم اول شيء الى الشورت دايركشن، فالدي راح يكون 320 ناقصا 20 الكفر ناقصا الدي اس اللي هو ال 8 اللي مثل البار دايمتر اللي هو الماينس عندنا ال 14 على 2 اللي هو مثل البار دايمتر اللي احنا مختارين. زين، فراح نطلع قيمه ال ار ان اللي هو ام ان اوفر بي في الدي سكوير، المومنت اللي هو هذا النومينال مومنت، البي راح يكون 120 والدي سكوير هو اللي هذا الدي اللي هو 258. هذا الدي اس هو دايمتر مالت الاستربس، احنا يعني راح نفرض نستخدم ابو الثمانية حتى بس يكون عندكم اوضح. خل ارسم لكم السكشن للرب شوية، طيت عرض حتى يكون براحتي. التسليح للرب راح يكون عندي هذه التايلز او الستربس، اوكي، هاي الستربس. زين، وراح يكون عندي اللي هي رينفورسمنت بالتوب ورينفورسمنت وين بالبوتوم. واضح؟ فهنا هذه تمثل الاي اس نيجاتيف، اوكي، وهذه اللي هي اي اس بوزيتيف، واضح، رينفورسمنت بالبوتوم، وهذه اللي هي الستربس، اوكي، هذه اللي هي الستربس. زين، اللي هي هذا تاثير الستربس. نيجي من شلون حسبنا الدي مرت الاخ، الاتش كله هو 320، نطرح الكفر هذا 20، نطرح الدايمتر مال الستربس اللي هو 8 ملي من فرضه، ونطرح البار نصف البار على 2 راح يمثل شنو؟ هذا هو الإفكتيف ديبث بالنسبة إلى منو؟ النيجاتيف رينفورسمنت منا إلى هنا. واضح؟ إلى السنتر مال البارز هذني. زين، هذا هو الدي، مو صحيح؟ وهنا الأي أس النيجاتيف رينفورسمنت راح يكون عندي طبعا هنا النيجاتيف رينفورسمنت راح تنحط بالتوب، فالتينشن هو فوق، صح، بال يعني بالسبورت، والكمبرشن هو جوه. زين، فبالنتيجه هذه هي التينشن، اوكي، او هاي تي، وهذه هي الكمبرشن. زين، فهذا اللي نقول هذا هو النيوترال اكسس مالتنا. فمن هو البي افكتيف يكون هنا بالتي سكشن؟ هذا اللي هو بي دبليو، اوكي، 120 اللي هو هذا ال 120 البي افكتيف. واضح؟ لانه الريفورسمنت بالتوب، فالكمبرشن اللي هو دي جوا راح يكون هذا اللي حكي اللي هو at the support، هذا case at support. واضح؟
شي يكون عندي النيجاتيف رينفورسمنت بالتوب والبوزيتيف رينفورسمنت لي جوا، والسكشن اندر تنشن بالتوب واندر كومبريشن بالبوتوم، والبي افكتيف هنا بالكومبريشن هي هذه البي دبليو ام ال 120 واضح، والدي اللي هي هذه من الـ من السنتر مال البار الى حد الى حد، او بالاحرى الدي راح تكون هي بالعكس من السنتر مال البار هذا الى حد الكومبريشن فايبر هنا. هذه هي الدي اللي اني احكي بيها، مو هاي، هاي نمسحها، هذه الدي بالكومبريشن هسه نحكي عليها بعدين، واضح؟ زين، هذه هي الدي الى حد هذا الفيس شويه يعني الرسم تعرفون ما سيطر. زين، فقيمه نحسب الار ان، هذا هو خلينا نقول احنا التصميم التقليدي راح ناخذ العزم، نحول العزم الى هذا الفاكتور اللي هو ار ان، بعدين نحوله الى رينفورسمنت الرو، واحد على ام، الام اللي هي اف واي اوفر 0.85 اف برايم سي، عندي ونطبق هذه المعادله نطلع قيمه الرو، نطلع قيمه الاي اس رو بي في دي، الرو في البي في الدي، نشيك ويا اي اس مينيمم، اي اس مينيمم اللي هي هذه المعادلات عندنا بالنسبه الى الرب سلاب 0.25 سكوير رود اف برايم سي على اف واي بي دبليو دي اكبر او يساوي 1.4 على اف واي بي دبليو دي، فراح نطلع الاي اس مينيمم هي اما 101.7 لو 116 فهو الاكثر هو الكنترول، الاي اس 251 اكبر من اي اس مينيمم، اذا اوكي راح نستخدم هذه الاي اس. زين، ف2 ابو ال14 راح يكون عندي اذا خلينا 2 فاي ابو ال14 فراح يعطيني توتال اريا اللي هي 308 تقريبا ملم مربع، الريكوايرد 250، اذا اوكي واضح، شويه احنا ازيد حاطين اوكي. نشيك ممكن السترين اي اس اف واي 0.85 اف برايم سي في البي، ونطلع هذا الاي اللي هو الكومبريشن بلوك، كونكريت كومبريشن بلوك، قلنا هاي الرينفورسمنت هنا هاي الاي اس، وعندي الكونكريت هنا بلوك، فمنا الى هنا يمثل لي قيمه الاي، هذا الدبث اوف كونكريت بلوك، فالسي هي A over beta، beta 0.85 هذا reduction factor للconcrete block، عندنا نطلع الأبسلون S اللي هو الأبسلون concrete D minus C over C يطلع أكثر من 0.005، إذن معناته steel yielding، إذن أوكي. زين، هذا الشغل بالنسبة إلى منو؟ النيجاتيف رينفورسمنت اللي هي بالتوب، واضح؟ من نجي على هسه هنا يقول analysis T section rep for different two bars 2 phi 10 bottom bars، وبعدين راح ياخذ 2 ابو ال 10 توب بارز يطلع النيجاتيف مومنت، و2 ابو ال 12 توب بارز ايضا يطلع النيجاتيف مومنت حتى يسوي هذا التسليح، يشوف ايش قد يخلي تسليح. زين، هسه احنا بهذا الشورت دايركشن ايش قد خلينا هنا بهذا البانل 2 ابو ال 14، هذا اللي تشوفون 2 ابو ال 14 اللي هو هسه سوينا له التصميم، واضح، لهذا العزم اللي هو هذا 24.52 بمكان خلينا منه 2 ابو ال 14. زين، بعد عندي مثلا التوب هذا 21، هنا انا النيجاتيف 14، هنا 20، هنا عندي بعد هنا هذا 13 النيجاتيف رينفورسمنت، هنا 13، فممكن استخدم فاي 2 ابو ال 10 2 ابو ال 12 حتى يعطيني العزوم اللي هي قريبه الى هاي المومنتس، واحط خلينا نشوف البوزيتيف رينفورسمنت راح يفرض يستخدم 2 فاي 10 بوتوم بارز بوزيتيف مومنتس، واضح، اللي هي ويا هي بالحقيقه السكشن هو نفسه، هسه ارجع ارسمه هنا السكشن هذا التي سكشن، اللي هو
منا إلى هنا 120. أوكي، البوزيتيف reinforcement اللي هي هاي راح أخليها أني بالويب. أوكي، والأتاري هذه هي نفسها زين، وعندي هذه هي النيجاتيف reinforcement. واضح شوية هذا الرسم مو كلش. هذه الستربس أو أتاري نسميها، هاي هي قلنا الرينفورسمنت اللي راح نخليها بالبوتوم، وإحنا الرينفورسمنت اللي هي بالتوب نتيجة إلى النيجاتيف. هسه خلي أعوف هذه الرينفورسمنت بالتوب، فمن أجي أقول هنا هذه أسيوم 2 × 10 اللي هو هذه. هذه الريفورسمنت اللي راح احطها اللي هي بالبوزيتيف مومنت. هذه الكيس ايش وقت راح تكون؟ هذه اللي هي اب ذا مد سبان. اوكي، حتى اسلح لهذا العزم. واضح هذا، حتى اسلح لهاي العزوم اما بال13 او ال8 بالشورت دايركشن. فاحنا راح نشتغل ال13 اللي هو بالشورت دايركشن. فأجين الإفكتيف ديبث راح يكون 320 ناقصاً 20 كبر 8 الأتاري ناقصاً 10 على 2 اللي هو هذا البار دايمتر على 2. فالدي هي هذه راح تكون من السنتر إلى حد التوب فلانج. واضح؟ هذه هي الدي مالتي بهذه الحالة زين، بينما هناك الدي اختلفت من السنتر مال هذه البارز إلى حد البوتوم فلانج زين. هنا راح يحل بطريقة اللي هي يعني عكسية، راح يفرض شنو؟ طبعاً أنا عندي هنا الستريس ديستريبيوشن لما المومنت بوزيتيف جوه راح يكون عندي تينشن هنا والكمبرشن هنا. واضح؟ فمحتمل إنه النيوترال أكسس يكون هالشكل، وهذا هو راح يكون التي سكشن اللي هو للكمبرشن. واضح؟ وأحتاج أطلع قيمة الـ A اللي هي الدبث مال الكونكريت بلوك وين هو واصل. هذا قيمة الـ A اللي هو الدبث of concrete block، وهذا عندي التيرشن هنا زين. فبالحقيقة إيش راح أسوي؟ أفرض إنه هذا السكشن rectangular section ها، وأشتغل وأشوف هل إنه آني إذا طلعت لي قيمة الـ A أو الـ C هي أقل من 8، إذن أني معناته النيوترال أكسس مالتي هنا، وإذا طلعت أزيد من 8 معناها النيوترال أكسس هنا ولازم أشتغل كتي سكشن. واضح؟ فراح نجي نحسب 2 × 10 يعني 2 في الأريا اللي هي 78.557 مليمتر مربع. الأي أس مينيمم أشيكها هي أكثر من الـ AS minimum، إذن أوكي. أجي أحسب الـ A اللي هو هذا depth of concrete block AS FY over 0.85 of prime B. الـ B هي يا هي راح تكون هذه، الـ B هي راح تكون هذه المسافة منا إلى هنا. إيش قد هاي المسافة اللي إحنا حكينا عليها؟ قلنا 520. واضح؟ أفرض الـ neutral axis هو هذا زين، فراح يكون عندي إذن أي أس اللي هو 2 × 10 أف واي 412.85 أف برايم سي في البي اللي هي 520، فهي حيصير 6 مليمتر اللي هي أقل من 61 مليم، أقل من هذه 6 مليم اللي هي بالحقيقة أقل من الـ HF اللي هو 80 مليم. إذن الفرضية مالتي أنه الـ rectangular section الـ compression هو متركز وين؟ بالفلانج. واضح؟ وما نازل إلى الويب هنا،
فالكمبريشن اريا راح تكون هي كلها هذا صحيح الاي في قيمة البي، هذه هي الكمبريشن اريا راح تكون هنا أنا. هاي هي الشيدد زين بمقدار 6 مليم وبالنتيجة انه اني سكشن مالتي ريكتانجولار سكشن از جود زين. العزم اللي راح ينطيني اياه المومنت هذا اي اس اف واي دي ماينس اي اوفر 2، فالاي اس هي الاريا مال 2 ابو العشرة، الاف واي اللي هو يلدينج تسايل سترينث مالت البار، دي ماينس اي اوفر 2 الدي طلعناها 287، الاي 6.1 اوفر 2 يطلع النومينال مومنت اللي هو 18.4 زين اضربه في 0.9 يطلع عندنا 16 كيلو نيوتن بير متر. وهنا أنا هذا تشك السترين اوكي. فهذا هو يعني الطريقه الاخرى مال التصميم اللي حكينا بها بالمحاضرات السابقه، انه ممكن اني اختار بار معين واطلع الكاباسيتي مالته في 2 بالعشرة ينطيني مومنت اللي هو 16.5 كيلو نيوتن متر. انا اللي عندي بالبوزيتيف هنا البوزيتيف مومنت ايش قد 13، فاذا 2 بالعشرة هو كلش انف كان ان اخلي صح لو غلط. فلذلك 2 5 10 راح يكون بالديستريبيوشن، شوفوا هنا بالرسم هذا 2 فاي 10 واضح، هاي بوتوم رينفورسمنت زين، هاي 2 فاي 10 وهنا ايضا 2 فاي 10 على كل البانلز بالاتجاه الشورت دايركشن، وايضا باللونج دايركشن نفس الشكل 2 فاي 10. ما سوى تفرقة بينهم مع العلم انه العزوم شوية مختلفة، يعني بالشورت دايركشن شوفوا عندنا هنا 13 10 13، هنا عندنا 11، هنا عندنا 18، هنا عندنا 11، وهنا عندنا بالاتجاه الآخر عندنا 6 8، هنا عندنا 8 6. ليش؟ لأن إذا أريد أشتغل أقل من 2 بالعشرة يعني هو مو منطقي، إحنا أقل دايمتر نستخدمه للبار بالتسليح هو أبو العشرة. فبما أنه أنا عندي bottom reinforcement يعني راح أخلي reinforcement هنا أنا. طبعاً هذه بالعدد راح تكون 2 5 10، هاي 2 أبو العشرة أذني راح يكون التسليح 2 5 10 اللي هي هذه زين. فما أقدر أخلي واحد زين، يعني واحد بالنص أكورد، فاثنين بالعشرة زين حتى تلزم الأتاري قاعدتها تكون مرتبة، وإذا واحد يكون يعني المساحة أقل من المينيمم عرفنا، وما نقدر ننزل عن فاي عشرة بالشغل مالتنا زين. فبالنتيجة صار يعني خلي نقول 2 5 10 هو لكل البانلز يشتغل زين. نجي على النيجاتيف مومنت، قلنا عندنا راح نستخدم 2 بالعشرة كتوب بار نيجاتيف مومنت، فنفس الطريقة قيمة الدي حسبناها، الاي اس هي اكثر من الاي اس مينيمم، نجي نشيك الاي اي اس اف واي 0.85 اف برايم سي في البي، فعندي هنا البي بالنيجاتيف مومنت قلنا 120 زين، ونطلع قيمة الكاباسيتي زين، ونطلع قيمة النومينال، هذه هي النومينال كاباسيتي نضربها في الريدكشن فاكتور للفلكتشر 0.9 فيطلع عندي الأميو زين واضح. وهنا هذا التشيك بالنسبة إلى الشير زين. أي بعدين راح نستأسيوم 2 فايت 12 توب بارز اللي هي نيجاتيف مومنت، ممكن انه اقول استخدم 2 ابو ال 12 واشوف ايش يعطيني مومنت، فايضا اجين احل بنفس الطريقه طاني 22، فاجي هنا هسه اشوف حسب العزوم اللي عندي. طبعا كل الديسكونتينوس اند العزوم بيها هي اقل بالحقيقه من ال 15.8، هسا نشوفها هنا، شوفوا هذه العزوم بالdiscontinuous end كلها أقل العشرة أصلاً، فبالنتيجة إنه أنا ممكن أخلي 2 5 10 اللي هي بالdiscontinuous end، شوفوا هاي 2 بالعشرة بالdiscontinuous بالbot direction زين. بقى عندي اللي هو
اللونجيتودينال دايركشن بهذا الاتجاه خلى هنا المومنتس ايش قد هذه العزوم باللونجيتودينال بالشورت دايركشن سوينا هذا العزم تتذكرون وخلينا 2 ابو 14 هنا عندنا 14 عندنا 20 عندنا 14 20 العزم اوكي اذا اكثر عزم هو 20 زين فممكن ان هنا عندنا 13 هنا عندنا 8 اوكي هنا عندنا 8 هنا عندنا 13 فاذا ممكن نشوف الفاي 12 ينطيني 22 يمكن كاباسيتي هذا شوف 2 ابو 12 ينطيني 22.4 واني عندي 20 اعلى شيء صح فاذا 2 ابو 12 هو enough فباللونج دايركشن ممكن اسلح 2 ابو 12 واضح هذا بديت التسليح مالت الستراب العفو مالت الجويست او الريب زين نسميها فشوفوا هنا الديتيل عندنا التوب فلانج اللي هي 8 سنتيم راح يخلي لها 5.8 كل 20 سنتيم هاي كمينيمم رينفورسمنت للفلانج زين والريب هذا الاستربس اوكي هذا هو الاستربس اللي هو هسه نحكي عليه بالشير لان احنا بعدنا ما حكينا عن الشير التوب بار هو 12 او 12 او 14 2 ابو العشرة وين اللي هو هاي بالديسكونتينيوس اند 2 ابو ال 12 اللي هو لما يكون الرب باللونجيتودينال دايركشن زين ال توب رينفورسمنت باللونجيتودينال دايركشن و 2 ابو ال 14 بالشورت دايركشن الانتيريال ريب رينفورسمنت بالنيجاتيف مومنت بالتوب رينفورسمنت بالشورت دايركشن واضح بعدين البوتوم رينفورسمنت بالاتجاهين هو 2 فاي 10 فلاحظوا الديتيل شلون صار بالنسبه الى الريب وهاي حط لكم ايضا هنا ترسمون لازم ال 8 سنتيم اللي هي الفلانج هاي 240 سنتيم كلي تكلف 120 السنتر تو سنتر بين الكونكريت بلوك او الكلير سبان يعني ديستانس بينها 40 البي دبليو مال الويب 120 زين هاي هي الديتيل كلش هذا مهم وبالامتحان مطلوب هذا الديتيل اكثر من هذا الديتيل بالحقيقه بالنسبه الى الربس واضح هذا يمثل لي السكشن شلون توزيع التسليح العدد مالت البارز طبعا العدد مال البارز اتكلم لكم عليه شويه دائما بالربس نخلي 2 بارز او 4 بارز لان ما اخلي يعني لو هنا احتاج اخلي بعد 2 اذا كان هيفي رينفورسمنت احتاج او هنا او اخلي 2 بارز او 4 بارز ما يصير اخلي 3 ما يصير اخلي 1 لازم يكون عندي بالانس واضح بعدين عندي الـ هذا قلنا كنيجاتيف رينفورسمنت حكينا به هسه نقطع الفيديو ونكمل بالفيديو الاخر اللي هو السكشن الاخير ديزاين فور شير واضح لو نكمل لكم بهذا الفيديو ايش قد عندي الشير كم ورقه والله مو هوايه فخلي نكمله للشير بهذا الفيديو او اخاف يصير ثقيل وما نقدر يعني نسيطر خلي اقطع الفيديو واكمل لكم بفيديو اخر